ردت على خبر ارتباطها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع لينا أبو شعر اللي تفاعلت اليوم بمقطع جديد، كشفت من خلال هذا المقطع مراحل حملها بسلطان. نمر أيضا إلى نور ستارز اللي كانت متواجدة في سيارة حبيبها كريم، وعم تجاوب على أسئلة الجمهور اللي سألوها هل في حب في قلب نور. شو صاير معكم؟ ليش؟ في أسئلة كثير عن الحب والارتباط والخطوبة وخاتم الزواج. شو في؟ شو صاير معكم؟ ليه عم تسألوا؟ نعم يوجد. نمر إلى سارة الوراه اللي قامت مؤخرا بتغيير لون شعرها، والجمهور شبه إطلالة سارة بإطلالة بيسان، حيث بيسان اعتمدت قبل فترة نفس هذا اللون. كزبرة ولا بقدونس؟ اوكي شوفوا، والله كان في ثلاث انواع بس الثلاثه نفس الريحه. كزبرة والله. مستحيل والله. عم تمزحي صح؟ والله ما شاء الله علي. ما شاء الله. اوكي خيار طبيعي.